من أجمل الفنون اللي ممكن تسجل لحظات في حياتنا هو التصوير الفوتوغرافي. بعد كده بعد التصوير الفوتوغرافي ما اخترعوا التصوير الفوتوغرافي بقى فيه بقى التصوير الديجيتال والفيديو يعني بشتى مجالاته. وطبعا كان قبليه الرسم اللي هو الرسم على الحجارة والرسم أيام الفراعنة والرسم في الكهوف. من أجمل الفنون اللي ممكن تسجل لحظات الحياة، تسجل لحظات فرح أو ثورة أو أحداث بتحصل في أي مجتمع هو التصوير الفوتوغرافي. النهاردة معانا مصور عشق الفن التصوير الفوتوغرافي وابتدت تبقى مهنة بعد كده بالنسبة له، ودخل في مجال الصحافة وهو الأستاذ محمد هشام المصور الصحفي بالمصري اليوم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا محمد. والنهارده طبعا انت منورنا. بس في البدايه احب اعرف انه امتى بدات في مجال التصوير الفوتوغرافي، وامتى كمان بدات في مجال التصوير الصحفي؟ ايه اللي جه قبل ايه وامتى بدات تقريبا؟ تمام. هو موضوع التصوير الفوتوغرافي بدا معايا لانه كهوايه عند اي انسان عنده هوايه اكيد بتبتدي معاه من الصغر. فأنا يعني بستعمل الكاميرا من مثلا وأنا عمري 12 سنة أو 13 سنة وما كنتش عارف هعمل بيها إيه، يعني كانت مجرد تصوير عادي عائلي مع ناس في رحلة في كده. في سنة 2006 بدأ شغلي يخش في التصوير الفوتوغرافي في مجال الدعاية والإعلان بجانب أنها هوايتي. بدأت أسافر أكتر، أنا بحب السفر، بدأت أسافر أكتر عشان أصور أكتر، بقيت أسافر عشان أصور مش مجرد عشان أتفسح. وبعدين بدأت أخش في مجال التصوير، ففكرت أخش إزاي بشكل مهني أكتر. دخلت في مع ساقية الصاوي، اشتغلت معاهم في التصوير، وبعدين لقيت أن التصوير ناقصني فيه حاجة، فاكتشفت ان اللي ناقصني دوت هيحققه التصوير الصحفي، لان هو اللي بيكمل يعني كافة جوانب التصوير او على الاقل بالنسبة لي. فدخلت التصوير الصحفي من حوالي سنة. ايه الحاجة اللي انت حسيت بيها انك انت لا انا عايز اروح للمجال الصحفي؟ يعني حضرتك قلت لي دلوقتي انك حسيت ان انا ناقص لك حاجة، يعني قصدك ايه؟ المصور عموما هو شخص بيلاحظ حاجات اكتر من الشخص العادي. اول ما بيخش بيشوف انسان بيحاول دايما لا اراديا كده يشوف لو هيتصور ازاي، لما بيخش مكان ايه الحتت الجميله اللي ممكن اصور فيها، لما بيسافر وهكذا. مع الاحداث العالميه اللي بتحصل يمكن حتى من قبل الثورات وكده والقنوات الفضائيه الكتيره، انا اكتشفت ان الصوره حاليا هي اللي بتحكم العالم، سواء كانت صورة فيديو أو صورة فوتوغرافية. مجلة من غير صور ما تنفعش، التلفزيون معمول عشان نعرض صور أصلا. تقرير إخباري من غير صورة عن الموقع ده حتى لو كانت صورة بالموبايل ما ينفعش. فاكتشفت إن وأنا لقيت نفسي وأنا ماشي بسمع عن مشكلة ما، مثلا زي حريق المسرح القومي مثلا من 3 سنين، وكنت لسه دخلت الصحافة لقيت نفسي لوحدي خدت الكاميرا ورحت عايز أصور، حسيت إن ده حدث لازم يوثق، دي مش مجرد حاجة عادية. فاكتشفت ان انا لازم اتجه اكتر للتصوير الصحفي. لقيت نفسي ماشي في الشارع بصور على نفسي كده، رايح بصور هنا بلاقي متخصص في التصوير الصحفي. يعني هل انت مصور بتصور حوادث، ولا بتصور حاجات ليها علاقة بالفن، ولا بتصور حاجات ليها علاقة بالسياسة؟ يعني المصور الصحفي مش متخصص في حاجة معينة. يمكن كل واحد فينا كمصور صحفي بيلاقي جواه انه بيميل اكتر لحاجة، ولكن هو كشغل لا، احنا ممكن اصور الصبح، ممكن اصور كل حاجة في حادثة، ممكن اصور بالليل مع فنان، ممكن حوار مع راجل سياسي، ممكن تبقى حالة انسانية. بس طبعا انا وانا نازل حاجه يمكن اكون بحبها اكتر وحاجه بعملها كشغل، ولكن لازم على الاقل بكون عارف المينيمم اللي بقدر اشتغل عليه عشان يطلع الصوره كويسه. انت قلت لي دلوقتي انت ابتديت هوايه بس انت صغير، وبعدين ابتدت تكبر معاك، ابتديت تصور منتجات اللي هو الاعلان على المنتجات مثلا بالزبط. بالتصوير الفوتوغرافي، وبعدين اتنقلت لموضوع الصحافه. ايه الفرق كمصور ما بين مصور فوتوغرافي بتصور دعايه لمنتجات وما بين صحفي؟ ايه الفرق؟ اولا المنتج بجيبه قدامي وبحطه وبظبط له الاضاءه وبجرب مره واثنين وبحاول اطلع منه صوره حلوه عشان تتحط في كتالوج او ويب سايت. لكن التصوير الصحفي ما فيهوش وقت، الواقعه بتحصل لازم تنزل تلحق في خلال مده قصيره
تروح تصور بسرعة وطلع صورة حلوة من حاجة وحشة. يعني أنا رايح أصور مظاهرة، أصور مشكلة، أصور حادثة، أصور حريقة، إزاي أطلع صورة حلوة من حاجة وحشة في وقت قصير عشان ألحق تنزل في الجورنال عشان الناس تاني يوم الصبح تشوفها. فطبعا في فرق كتير. لو برضه لما سافر مثلا، سافرت كينيا من كام شهر عشان أصور، صاحي بدري نازل براحتي بصور براحتي، غير لما أكون نازل بسرعة الحق صور واعمل صورة حلوة. طبعا زمان كان أصعب، كنا بنحمض صور، دلوقتي الحمد لله الديجيتال بيخليك يمكن تشوف أسرع الصورة ساعتها وانت مصور، صورت صورة حلوة ولا أعيدها ولا أخد زاوية تانية. تمام. وهكذا. محمد انت جايب لنا مجموعة صور. تمام. طيب هنستعرضها مع بعض. يلا بينا. شوف أول صورة معنا. احنا مش معانا حاجة على الشاشة. دي أول حاجة. دي صورة، دي يعني علق لنا بقى على كل صورة لو سمحت. دي كسوف الشمس. كان من كام شهر او كان في يناير تحديدا اللي فات. انا حاولت ان انا ادخل لحظة الكسوف مع حاجة موجودة نقدر نميزها زي الشجرة. فحاولت اخد الكسوف من خلال ورق شجر. ولو نلاحظ ان فوق كده كان خلاص بدأ الكسوف يخلص، فالشمس واخدة شكل زي قلب. نعم نعم، حلو قوي. ده خسوف القمر برضو كان من شهرين ثلاثة. دي اللحظة اللي هي احمر فيها القمر، اللي هي بقى يعني حصل فيها ان الارض بقت بين الشمس والقمر، فبدأ ظل الارض يجي على القمر. برضو دي من الحاجات الصعبة جدا، لان انا بصور بالليل، طلعت مرصد القطامية عشان اصور من هناك، فبجرب مرة واتنين واخد صورة مدة طويلة عشان اقدر. الصورتين دول او يمكن الصورة دي بالذات انت بتصور في اضاءة قليلة جدا، في لا اضاءة. فلا إضاءة طبعا، لأن حتى القمر كان مخفي بالأرض، فهو ما فيش إضاءة. فهو دي بقى الفكرة في التمرس والتعود على التصوير. التصوير الليلي ده من أصعب أنواع التصوير، لأن إزاي أوريك الحاجة زي ما هي باينة بعينيك. تمام. الكاميرا مش بتشوف زي العين. الصورة دي طبعا دي كانت أحكي لنا، دي كانت في صحراء الواحة، ده في الواحات، في رالي الفراعنة الأخير. طبعا العربيات بتحاول تجتاز مسافات طويلة جدا في الصحراء في مدة قليلة جدا. بيعملوا في اليوم حوالي 350-400 كيلو. احنا بنبقى واقفين مستنيينهم في أماكن معينة. وبيبدأوا هم يتحركوا قدامنا. طبعا الواحد بيحاول ياخد الحركة، يعني هنا الموتوسيكل بينط أو العربية واقفة بشكل معين، هنا الموتوسيكل نازل وراء أهل المنطقة موتوسيكلات عادية بسيطة لابسين لبس الطبيعة. الصورة دي حلوة قوي كمان. الواحد بيحاول أحيانا بقى يطلع من وسط الحاجات دي حاجة حلوة. فزي أستنى العربية في توقيت معين تعمل موجة الرملة علشان أقدر تحس أنك أنت بتعوم جوه الرملة. بالظبط كده. هو المجموعة اللي فاتت دي بيبقى اللحظة اللي أنت بتصورها أو السرعة الكاميرا نفسها أنها تصور لحظة العربية وهي بتنط، أو سرعة الموتوسيكل وهو بينط. ايام الثوره اكيد طبعا اخذت لقطات كتير من ضمنها كانت اللقطه دي. بالظبط كده. ده فين ده؟ ده على كوبري 6 اكتوبر. لما كان الجيش بيحمي منطقه ميدان التحرير. ده يوم ايه؟ ده تاني يوم موقعة الجمل. تاني. انت كنت فين بقى؟ انت واقف انا فوق عماره. طبعا احنا في التصوير الصحفي يعني بنواجه كميه من الصعوبات عشان نصور كتيره جدا. طبعا عايز اقول لك انه اكيد يعني فكره التصوير الصحفي هي فكره شيقه جدا. ومواد شيقه جدا، ولكن في المقابل بيبقى في مخاطر كبيره جدا. خلينا على الصوره دي نرجع للسؤال مره ثانيه. ده ايام الثوره برضو كان ده الاسلوب اللي كان الناس بتقرا بيه الجرايد. يفرشوا الجرايد يحطوا عليها حجر، فكل الناس تقدر تقرا ايه اللي بيحصل وتقرا ايه الاخبار، خاصه ان كانت دي البؤره اللي العالم كله بيتكلم عنها ساعتها. نعم. ده برضو الصور دي كانت في ايام ايه؟ فاكر الايام بالظبط؟ دول كانوا خلال ال 18 يوم الثوره. الاولانيين. دي خيام دي الخيام ووراها المجمع والاعتصام بقى والناس. ده الصبح الناس لسه صاحيه. الخيام دي قدام المجمع، في الميدان. في الميدان بس بزاويه قدام المجمع. انا حاولت ابين بس فكره مجمع. تدرج الخيم والمجمع. نرجع للسؤال مع اللي قلته لك، بقول لك انه فكره او شغله التصوير الصحفي فهي فكره فيها مواد شيقه كتير جدا. انت بتصور صور يعني كلها مختلفه عن بعض، فيها لحظه توهج، فيها لحظه ابداع، فيها حاجات كتير قوي. بس اكيد في المقابل بيكون في عندك
بتواجه صعوبات كتير، من ضمن الصعوبات دي كده ايه اللي حصل؟ طبعا ابسط حاجه بتواجهنا كلمه ممنوع التصوير، اللي هي على لسان كل الناس في كل الشوارع في كل المستويات بكل الطبقات الاجتماعيه، مواطنين ولا كل الناس. ممنوع التصوير. نازل اصور مظاهره، واحد لازم يقول لي انت مين، تصور ليه، وتبعي هو ملوش علاقه بالموضوع. نازل اصور جنينه وورد وفل وريحان، برضو ممنوع التصوير. اي واحد ماسك كاميرا، عندنا عقد اصلا الموضوع ده، اي واحد ماسك كاميرا في الشارع، الكاميرا السوداء الكبيره كده زي ما بيوصفوها، يبقى دوت جاسوس على طول. وانتوا اللي خربتوا البلد، وانتوا اللي جايبيننا وكلام اكبر من حجم الموضوع. طبعا زي ما قلت لكم ان الصوره هي اللي بتتحكم في مشاعر الناس في العالم كله دلوقتي. طبعا في التصوير امانه، يعني زي وزي اي مهنه فيها امانه، لكن الصوره ازاي انقل صوره حقيقيه، ده الصعب. ازاي اي خناقه فيها ثلاث عناصر، فيها واحد بيضرب وواحد بيحوش وواحد مظلوم، انا هصور الثلاثه ولا هصور اللي بيضرب بس، ولا هصور اللي بيحوش بس، ولا هصور المظلوم بس، ازاي هختار مين فيهم عشان اعرضه على العالم. واللي انا هختاره يمكن واحد مصور يختار صوره تغير مجرى حاجات كتيره قوي. نعم. زاويه التصوير، انا ممكن اقف كده واصور الناحيه دي الاقي كلها قمامه ومهملات، لو لفيت بظهري ممكن الاقي منظر تاني حضاري كويس جدا. فانا بصور المنظر ده ليه، وبحاول اخد الزاويه دي ليه، هو ده اللي بيقيمني انا كمصور. انا عايز اعلق على اللي انت بتقوله ده. النهارده على فكره في احدى الجرايد اليوميه المعروفه طبعا، في صوره للقذافي وهو لسه حي ومضروب بس ولسه بيتكلم. الصوره دي على فكره هتبقى اعتقد ان هي مهمه جدا في القذافي مات ازاي بالظبط. صح صح. يعني وده اللي انت بتقوله، انك انت الزاويه والوقت وفين، هو ده ممكن يكون حوار اساسا العالم كله، يعني ممكن يكون دليل على حاجه احنا مش واخدين بالنا منها. الصوره بتكشف حاجات كتيره بعد الحدث. نعم. يمكن انا ممكن اكون بصور صوره ومركز على حاجه، كان الاقي في الزاويه حاجه تانية بتقوي الفكره او بتضعفها. فصوره زي صوره القذافي، وحتى رغم انها حاجات كلها متاخده بكاميرات ضعيفه كلها، ولكن هتفضل مسار تساؤل. نعم. عشرات السنين، زي ما عندنا صور قديمه ومشاهد اغتيالات وحاجات كتيره شفناها طول السنين اللي فاتت، وبنحاول نبص في الصوره كل مره يمكن نطلع حاجه جديده وفات عليها سريعا كتير. انت عندك حمله اسمها الكاميرا ما بتعضش. الكاميرا ما بتعضش. انت عايز ايه تقول؟ ايه الاسم ده؟ انا عايز اقول ان الكاميرا ما بتعضش، انك لما تشوفني ماسك كاميرا في الشارع انا مش عدوك. ممكن يبقى في مصور وحش، لكن نعم. يعني ما فيش داعي للهجوم. نعم. المباشر على اي واحد ماسك كاميرا. استاذ محمد هشام المصور الصحفي من مصر اليوم، شكرا جزيلا لحضورك وشرفتنا. اشكرك. ونتمنى ان شاء الله باذن الله كده نيجي نغطي معرض من معارضك ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ليك. شكرا ليك. شكرا ليك يا استاذ هشام. ومن هنا بنروح لفاصل صغير جدا، لكن لسه مكملين معاكم في نهارك سعيد، استنونا بعد الفاصل.